تحية طيبة وأتمنى تكونوا بخير. حبيت أعمل هذا الفيديو كمان فيلت عسكري. إيه فيلت عسكري هالمرة الموضوع فيه موضوع أعتقد راح يكون ساخن. هي رسالة موجهة إلى السيد عبد العزيز عثمان الملقب بهوشنغوز. طبعا أنا بصراحة ما بحب أدخل بردود العلاقة بالسياسة، بس هاي المرة العلاقة بالأخلاق. فمن فترة من كم يوم هوشنغ نزل بوست رسالة بعنوان السيدة إلهام أحمد تكذب على القيادة الأمريكية، وطبعا من جملة سرد مجموعة أشياء وذكر، أنا لذلك ذكرت اسمه الحقيقي مو اسمه الحركي، اسمه الحقيقي عبد العزيز عثمان. انا ما بعرف شو هي اسم الهام احمد الحقيقي، هو حاكي اسمه الحقيقي بالبوست تبعه، وعم بيقول انه هي كذبت على الامريكا. انا سؤال، طبعا هو بدي ادخل بنقاط نقاط، يعني هو انا بدي اسال سؤال، مين ما كذب على السوريين بهاي 10 سنوات؟ يعني ما كل العالم كذبت على السوريين، يعني ما الجهة إلا كذبت على السوريين، يعني كل الدول كل العالم بما فيهم يعني أشخاص بموقع المسؤولية كذبوا على السوريين، فكل الناس كذبوا. يعني فمو أنه أنا عم ببرر كذب إلهام أحمد، قد تكون مثل ما هو بيحكي أنه هي كذبت، يعني وهي ما فيها تحكي كلمة إلا تراجع المبارف القيادة تبعه. هذا الأمر طبيعي، أي شخص لما بيفاوض عن حزب ما بيروح بصفته الشخصية، بيروح بصفة الحزب وبيناقش المفاوضات باسم الحزب. بعدين هو أنا بعرف الأمريكا لما تبعت وراء شخص، هي شو قالت لسيدي إلهام أحمد؟ يعني هي ما كتير بسمعوا للشخص، يعني هن بملقوا عليه إنه في عنا كذا 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 كذا، فبتنفذوه. يعني انه الكل بيسال انه شو حكت السيده الهام احمد للامريكا. يعني بعدين اذا الهام احمد تقدر تكذب على الامريكا، فهذا يعني انه شخصيه عبقريه. يعني اكيد اذا هي بتحاول تشيل صفه الارهاب عن حزب العمال الكردستاني، وهذا حقها الطبيعي، يعني هو في النهايه كل شخص بيحاول بيدافع عن مكان تواجده، يعني سواء كان حزب سواء كان نادي رياضي سواء كان مؤسسة، فمن حقه الطبيعي يدافع. يعني أين الغرابة في الموضوع؟ يعني ليش هيك مستغرب؟ وبسرد بنفس البوست تبعه أنه الأوروبا بتعرف والأمريكا بتعرف والعالم بتعرف أنه حزب العمال الكردستاني حزب إرهابي. يعني وبيكتب انه انا لما كنت مؤيد للحزب رحت على قنديل، ومنزل صوره مع سيدي الهام احمد هو في حاله، يعني مبين يعني حاله الشخص بتودد للشخص من حركات الجسديه بيبين. ف يعني انه شغلات بصراحه انا بشوفها معيبه اخلاقيا والمتاجره فيها. يعني انت لما كنت بحزب كان فيك تنقد الحزب، واذا نقدت الحزب نحن بنقدم لك الولاء والتحيه، يعني يا سيد هوشنغ لا تشوفني انا جاي عم بنافسك على الحاله اللي انه والله انا لا، اكيد انا مو البديل. يعني انا عم بحكي مجرد ملاحظه وبدك تسمعني، يعني ومن حقك ترد. وبقول لك هون هلا قبل ما اكمل، اذا بدك تعمل فيديو تبعت عندي راح انشره عندي، انا ما عندي مشكله. يعني بس اتمنى نكون بمستوى الحوار ومستوى الرقي. انا ما غير تابع يعني لاي حزب، وغير محسوب على اي حزب لا سابقا ولا لاحقا ولا فكرت، وراح احكي عن هاي النقطه فيما بعد. بتجي بتحكي بقصه بوثائق ومستندات، وقد يكون عندك، انا ما بكر عليك، بس يعني شو هالقصه اللي بتجي بتدخل اختها لإلهام احمد بالنص انه كانت تحب قيادي وبلغت عن اختها؟ يعني هي شغلة أعتقد كتير كتير رخيصة يا هوشنغ، يعني خليك أرقى من هيك. يعني أنت كاتب وأنت أخذ جائزة يا سيد عبد العزيز عثمان، يعني فما بعرف ليه بتنزل لهي المستوى اللي من اللي ما له طعمة. يعني مين يعني إذا كان الموضوع الكذبة تهمة لسيدة إلهام أحمد، فهي متهمة. السياسة أحد أدواتها حسب معرفتي فيها هو الكذب، يعني فمن حقها هي كمان تبرر عن حالها وتحكي الشيء اللي بدها. بتحكي عن جرائم وفظائع وارتكابات وتجنيد المقاصرين، ما انت على مدى السنوات يعني
مدى 20 سنة أكثر أو أقل أنت كنت عضو في هذا الحزب. هون تقول أنا كنت مؤيد، لا أنت كنت عضو بهذا الحزب، كنت أحد الأعضاء لهذا الحزب. يعني نتيجة خلاف ما تركت هذا الحزب، أنا ما بعرف ليش، هذا بيعود لك. بس يعني مو هي بتحكي عن أعراض الناس، يعني هي يعني مو من عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا نحكي بهالطريقة. يعني أنت تركت هذا الحزب، ترك هذا الحزب وباحترام وتجربة وخلاص يعني. فإذا مفكر حالك أمين حافظ وشاهد على العصر، فزمان أمين الحافظ ما راح ينعاد. يعني هي في أمور، في شخصيات تفرزها لها علاقة بالفترة الزمنية والتاريخية. ما لا تفكر أنه والله كتير أنه الموضوع كتير مشوق. أكيد مثل ما أنت عم تحكي أنه في مجموعة ناس لما بنزلوا بوست أو فيديو ضدك، في مجموعة ناس بيعملوا لايكات، في مجموعة ناس راح تعمل لك كمان لايكات. الموضوع مو موضوع لايكات، الموضوع في ناس، في عائلات، في أشخاص أقنعوا بهذا الحزب وهذا حقهم الطبيعي، وضحوا بأطفالهم وأطفالهم أولادهم استشهدوا. مثل ما بتحكي أطفال مجندين أطفال، لذلك عم بقول أطفالهم، يعني أولادهم وأبنائهم استشهدوا بهذا الحزب، يعني في سبيل حلم، يعني اللي هو كردستان. يعني فإذا هلا طلعوا مو على مستوى طموحاتك، هذا حقك الطبيعي، في تركت الحزب. وبعدين الشغلة الثانية انه كل يوم والثانية وحزب والالهام، يعني متابع الحزب انت اكثر من اللي عم بيعملوا في الحزب. كانه يعني الهام احمد راحت على امريكا، والهام احمد راحت على اوروبا، شو القصة ما بعرف. يعني انا بصراحة ما اخذي عليك انه انت يعني كثير حالة الأنا عندك مضخمة أكثر من اللازم. يعني مين أنت ومين أنا ومين الثاني ومين الثالث؟ في سياسة رح تمشي بالشرق الأوسط، سواء أنت كتبته أنا وكتبته رح تمشي. يعني ما كتير فينا نغير كتير بالمعادلة. أنا ما كتير ضليع بالسياسة، يعني أصلا ما بطيقة يعني ولا بحبها، بس هو بوست إنساني عم بوجه لك يعني لنقاء اللي بيناتنا. يعني لشو يعني بتجيب شخصني لحد انه بتكتب باخر بوست رساله موجهه الى الهام احمد والى الدار خليل والى مظلوم كوبا. يعني على فكره هدول الاشخاص انا بحترمهم، بس هدول الاشخاص يعني ما هن مقدسين عندي. يعني فيك تنقدهم يعني، بس مو بهي الطريقه، يعني طريقه كثير رخيصه يا سيد عبد العزيز. بعدين انت كاتب واخذ جائزه واوكي، وانا ببوستك في خطا كثير فاضح، يعني بجملة لما تقول حياتها أختها وهي بحاجة إلى طاقة مربوطة. حسب ما أعتقد، أنا ماني كتير ضليع باللغة العربية ولا كتير حريص على اللغة العربية مشان أكون واضح معك، بس لما بتحكي حياتها أختها. والغريب أنه مؤسسة آرك، أعتقد آرك نيوز، نقلت الخبر بنفس بخطأ اللغوي. يعني بقول لك خطأ لغوي، هلا رح تقول لي عندي خطأ لغوي، البوست موجود عندك. يعني بعدين بتحكي انه والله قبل ما يحذفوا البوست وشبيحتهم وكلابهم والمسعورة، هاي القصص تخلص منها يا زلمة. اعتقد يعني حسب ما انا شفت البوست بعده موجود، لا حدا بلغ عنك ولا حدا شبح ضدك، والبوست بعده موجود. وإذا بتعرف البوست، يعني إذا بدهم، إذا 100 واحد بلغ على بوست خلال ساعة، هذا البوست شو ما كان، يعني إذا أنت عم تمدح إدارة الفيسبوك رح يشيل الفيسبوك، تكون بالصورة. يعني هاي المعلومة عم أحكي لك، يعني 100 شخص خلال نفس الساعة بلغوا عن أي بوست شو ما كان نوعية البوست رح يشيلها إدارة الفيسبوك. هاي المعلومة بقول لك، هذا يعني الجماعة عايشين حياتهم وعندهم مشاريعهم وقصصهم ومشغولين. يعني مثل ما بتحكي أحيانا في بعض الناس بتحكي مشغولين بأشياء أخرى. يعني فهذا هو رسالتي بالدرجة الأولى لك، يعني أنه تركت الحزب، هذا قناعاتك، مكان الاحترام والتقدير لسيد عبد العزيز عثمان. بالنسبة لي رح أكيد، يعني إذا فكرت ترد علي رح تقول لي مثل ما أنت رديت على شخص آخر، أنه مين أنت ومين وين كنت لما انا كنت بصفوف الحزب ورحت وغطيت وعملت حوار للحزب، رحت على الجبال وقنديل. يعني انا شخص عادي، ماني شخص سوبر، وما عندي قدره اني اكون باي حزب، يعني ولا اعتقد في اي حزب بالعالم تقدر تستوعبني. يعني انا في النهايه فنان تشكيلي، وانت كاتب عني مقالة او مقالتين بمجلة سوركل، تتذكر ب 2006 و 2007
اعتقد لازم تتذكر انه موجودة بالارشيف يعني. ف انا لما بترك مكان ما بقول لك تعلم مني، بس قبل ما انا انصح الاخرين انا بحكي من اخلاقي ومن تربيتي. انه انا كنت بشتغل برونا هي 4 سنوات، قدمت برنامج ثقافي وكنت عم بنقد بالآلية العمل اثناء الاجتماعات بما هو مسموح لي، يعني شو بدون يغيروا بدون يعملوا في رأيي، هذا بحث اخر يعني. وهدول الاشخاص كلياتهم كانوا بيجوا على رونا هي بيعملوا مقابلات سياسيه، كنت بسلم عليهم باحترام وبمودي وبتروح على طاوله عملي يعني. ما كنت بصور معهم مثل ما انت مصور معهم بهي حالتك يعني. ما عندي هي القصه الدونيه للسياسيين، انا بقدم حالي كشاعر وفنان تشكيلي بدون حاله دونيه يعني، عندي شخصيتي قد يكون ما كتير دقيق، بس ما هدول الاشخاص لهم مجالهم يشتغلوا بمجالهم وانا بشتغل بمجالي. فبالتالي انا ما كتير يعني. وقبل رونا هيك كنت بشتغل بالبادينا، كان هي قناه تابعه للاتحاد الوطني الكردستاني بشمال العراق بكردستان العراق، كمان ما صورت مع حدا، كمان كان بيجوا اشخاص مهمين وكان بيزوروا اسماء مهمه بالقياده الاتحاد الوطني وما صورت معهم يعني، ولا فكرت اني اصور معهم يعني. فانا بالنسبه لي بقدم حالي كفنان كشاعر، وما كثير القضيه لما بشتغل بمؤسسه كرديه بعرف هي تابعه لحزب ولا سياسه. ولما طلعت من رونا هي يعني خلص هي مرحله وانا تركتها في اخلاق وضوابط للمهنه، تركت هي المهنه تركت هي المؤسسه خلص. كان عندي شيء اني احكي لصالح تطوير هاي المؤسسه كنت احكيها وانا موجود فيها، بس بعد ما تركتها لا حكيت عن بادينان ولا حكيت عن رونا هي ولا قبل اي مؤسسات اخرى يعني. بعدين لما انت سمعت لك فيديو ورغم اطالته يعني سمعته للاخر يعني، انه اوكي عقوبه بدي اتحملها يعني. لما حدا بسمعك يا زلمه هي المفردات من وين جايبه، وهي القصه بتحكي ببدايه الفيديو انه واحد نزل عنك بوست اسمه طه حامد، قد يكون في افتراءات، انت عم تقول في افتراءات وعندك وثائق انه هي افتراءات، اوكي هذا الموضوع اخر. وانه والله 100 مره بتقول له مين انت ويا غبي وشو يعني. يعني اوكي انا ما بعرف طه حامد ولا كثير انا يعني من متابعين وقراء طه حامد، ما بعرف شو عم بكتب ذات زلمه له صديق على فيسبوك، وعم تحكي اسماء اشخاص اخرين نواف خليل وبشير مصطفى او مصطفى بشير او عبد السلام مصطفى او هيك شيء. على فكره نواف خليل لما كنت بعمل برونا هي اجى على رونا هي، انا سلمت عليه ورحت على طاوله عملي، لا ما صورت معه، علما انا كنت بعمل برنامج ثقافي وكنت بشتغل بشغلي يعني، ما صورت معه ولا زلمه بيبدو لي من له شغله. في النهايه بيشتغل بمؤسسه حزبيه يعني، عنده سقف وعنده ضوابط بده يشتغل فيها لصالح هذا الحزب، هذا الامر طبيعي، انا ماني متفاجئ فيها. وانا ما بعرفه يعني، ولا هو صديق على الفيسبوك ولا في تواصل، ولا انا كنت سابقا ابوتشي قديم او ابوتشي سابق او لاحق او مفكر اني اصير بكيكي. وعلى فكره انا عملت هذا الفيديو لقناعاتي الشخصيه ولحبي لك يعني. انا بعرف راح تقول لي شو هالحب يعني، بس انا بقول حبي لك يعني، انه ما بحب اشوفك بهذا يعني هذا بهي اللغه المبتذله يعني. انه شو تقول نواف خليل وعبد السلام مصطفى، اذا ما تضبوا كلابكم انا راح اضبكم وازدكم بروج افا من عند اداره ذاتيه. ما بعرف يا هوشم انت عندك صاير هيك وعلى ارض الواقع وفيك تضب الناس وتزدهم بمناطق ثانيه يعني، يعني لهالدرجه مثلا انت صاير شغلي، او انت مجرد فرد يعني. اذا كنت بمؤسسه او كنت بحزب او كنت بكذا وعندك شواغر، والله راح افكر اقدم افكر اقدم اوراق اعتمادي لعندك يعني. انه يبدو انت لهجتك كثير عاليه او ما بتراجع اللهجه تبعك يعني. شو هاللهجه تضب الناس يعني؟ يعني في النهايه حقهم بيحكوا رايهم، انت بتحكي رايك هو بيحكي رايه. يعني بتحكي تواريخ الناس انه طه حامد كان سابقا ما بعرف وين وصار وين وصار وين، وشخص ثاني اسمه ابراهيم كابان انا بعمري ما تابعته ما قريت البوستات تبعه يعني، ما كثير انا بدافع عنه مشان ما تحطني بصفهم يعني. بعمري ما كنت منتمي لا للحزب الكردي ولا للحزب العربي ولا للحزب اليساري ولا راح انتمي.
بس انت كنت بالحزب، يعني من حقه كان بحزب سابقا بحزب شيوعي وترك الحزب الشيوعي، يمكن تجيب اسم واحد اسمه جوان خلف او هيك اسم، يعني انه كان بحزب الشيوعي وصار بحزب صار بالحزب العمالي الكردي. وين المشكله يعني؟ ما من حقه يغير قناعاته يعني. ما انت كنت لمدى سنوات، لمدى 10 15 20 سنه كنت من اعضاء الحزب، وكنت بتتنشط بين القرى والارياف وبين البيوت وبين الطلبه لتكسب اعضاء لهذا الحزب يعني. فهلا صاروا هن انه والله كانوا بحزب وصاروا بحزب اخر، صارت نقيصه يعني لا يا هشام، لا يا عبد العزيز، يعني مو هيك الموضوع. ما كثير انا حابب القصه لك يعني حبيت اعمل هذا الفيديو بهذا الخصوص. يعني اكيد انا ماني من مريد الحزب العمالي الكردستاني، بس اكيد رح احترم حزب العمالي الكردستاني بكل اخطائه وبكل تشعباته. اكيد انا ماني تابع للحزب الديمقراطي البرزاني، بس اكيد انا بحترم حزب الديمقراطي الكردستاني البرزاني بكل اخطائه وبكل نجاحاته وبكل تشعباته. اكيد انا ماني تابع ولا عضو بالحزب الاتحاد الوطني، بس اكيد انا بحترمه وبحترم كل تضحيات كل هاي الاحزاب، انه كان في حلم عنا اللي هو يكون كردستان. فبالتالي يعني من حق الاخرين يتنشطوا سياسيا، من حق الاخرين يعملوا الاشياء اللي بدهم يعني. واذا كان في اخطاء وجرائم وفظائع فهذا شيء اخر، هذا بيعود موضوع اخر. انا ما كثير بعرف شو الفكره مدى دقتها، قد يكون دقيق قد يكون لا يعني. انه انا ما كنت انت عم تقول انا كنت شاهد، انت عم تقول انا شفت هي الفظائع والجرائم المرتكبه يعني. انا ما شفت، انا بصراحه ما شفت يعني، لما كنت بعمل في قناه رون هي انا ما شفت جرائم وفظاع ارتكبت بحق البشريه. في اخطاء، اوكي في اخطاء. اليوم اذا بدهم يطلعوا مظاهره بزيورخ مكان تواجدي ضد ممارسات الاداره الذاتيه، انا راح اكون اول واحد. هذا شيء طبيعي يعني، من حبي لكورديتي لازم اطلع، لانه هي دائما في انه نحن من وين بدنا نجيب قاده واداريين عقلية ديمقراطية صافية يعني. هدول القادة كانوا على مدى 40 50 سنة 100 سنة كانوا تحت حكم أنظمة استبدادية شمولية، فطبيعي راح تكون الإفرازات من هذا النوع يعني. فأنا هذا بحكي لك يا عبد العزيز، برجع بحكي لك باسمك، أنا بعرف يعني بعرف هاي المعلومة، فحبيت أحكيها باسمك أنه أنت طالما انت يعني عندك استعداد تجري معلومات عن الاخرين فهي مو معلومه يعني، هي شغله كثير عاديه. بس اتمنى انه يكون رسالتي وصلت لك بمحبه وود يعني. انا في النهايه عبد فقير، انا ماني شايف حالي قدك، وراح تطلع تقول لي مين انت؟ اذا بدك ترد بجوز، اصلا كل حكي هذا تهمله يعني، وهذا حقك الطبيعي يعني. بس إذا رديت خليك مهذب يعني، إنه أنا إذا رديت كمان بكلمات ومفردات أنا ما راح أرد يعني، إنه أنا هي المستوى بصراحة أنا بترفع عنها يعني، إنه بالنسبة لحب يعني بالنسبة لعمري يعني، بغض النظر عن حضوري كفنان أو كشاعر، هي شغلة ثانية يعني. وأعتقد أنا من يعني أنا علي صار لي شيء بحدود 30 35 سنة بشتغل بالصحافة، من عام 84 بشتغل بالصحافة يعني ما بقول انه هذا كان شغلتي بالحياة، الصحافة والكتابة هي كانت شغلتي. ولا تقول لي انه هي شغلة مخابرات، انا جبت اسمك، انه من وين جبت اسمك عبد العزيز العثمان؟ راح اذكرك كيف عرفت اسمك. انا لما سافرت على بيروت وعطيتني صورة هي الوثيقة تبع ما بعرف شو اسمها، الاجانب هي البرتغالية، مشان اجيب مصرياتك من جريده المستقبل من حق النوافذ، تتذكر اعطيتني اياه. وصار اشكاليه لبين ما استلمت المصاري، انه ما سلموني، لا دخل صديقي يوسف بزي وصديقي حسن داوود انه خلص خيو سلموا المصاري لدلدار، اذا اجى حدا طالب بمصاري هوشنك دلدار عنا يعني. فوقعوا انه استلم دلدار فيلمز عن هوشنك اوسي بهويه عبد العزيز عثمان على كفالة يوسف البزي.
فلا تقول لي شغلة مخابرات انا ما لي علاقة بهاي القصص، لا تدخلني بهاي القصص، انه انا بحياتي ما توظفت بدائرة حكومية يعني، انه انا طول عمري بشتغل بكتاباتي بالصحافة وعم بعيش من ورا الصحافة يعني، واستكتاباتي يعني، وانا كنت مستكتب اعتقد قبلك بجريدة النواف يعني، هي شغلتي بالحياة، وما بدعيها كمفخرة او بس ما بعرف يعني، انه والله العظيم عم بسمع الفيديو وبحس انه ما بعرف شو صاير لك يعني، شو بدك يعني، شو بدك ومين وراك ومين انت ومين انا. وبرجع بقول لك يعني الهام احمد كذب يعني، ما كل العالم كذبت علينا يعني، ما في حدا ما كذب على السوريين يعني، دول اشخاص مؤسسات، اي واحد من موقع المسؤوليه كذب علينا، اذاعات تلفزيونات قنوات يعني. فانا مش شفت انه والله وين يعني، بس انك بدك كل شوي بدك تحكي عنهم يعني، وكل شوي. وعلى فكره المعلومات اللي بتحكيها بالفيديو انه انت عملت كذا وانت اسست مؤتمر كذا وانت عملت كذا، والله انا صرت اخاف عليك من ميت التركي، انه يبدو لي الاتراك اخطاوا في اعتقال عبد الله اوجلان، بحس انه انت العقليه المدبره لحزب العمال الكردستاني مو عبد الله اوجلان، انه بحس انت الكل في الكل يعني، انه شو انا عملت هيك وانا عملت هيك وفلان راجعني وانا عملت هيك وفلان بعث لي مقالات دققت لهم. طب يا اخي ما قبل ما تدقق لهم يعني، انت منزل بوست 50 كلمه فيها خطا فاضح، برجع بقول لك يا من يضلع باللغه العربيه، حياتها اختها كاتب تاء وهاء والف ممدوده، هي بدها تاء واحده اعتقد يعني، وعلما انا ماني ضليع باللغه العربيه ولا بدعي انه انا ضليع باللغه العربيه يعني. هل ادعاء تخلص منه؟ تفرغ لحياتك، تفرغ عن النقاء. انا كل هدفي من فيديو انه نكون انقياء مع بعض ونقدر نسامح بعض يعني، اذا انت تركت هذا الحزب خليك على تسامح مع هذا يعني، خليهم لا يصيروا اعدائك. ما بعرف، عموما يبدو هذا قدرنا. انا برجع بقول لك انا عبد الفقير دلدار في المس، انا ماني بصدد التحدي لك، وانت قد يبدو مع انه والله انت شغل كثير بتخوف، لا اكيد ما بتخوف يعني، بس ما كثير عندي خلق لاخذ عطا بهذا المواضيع يعني. هتقول لي ليش فتحت على حالك الباب؟ بس حبيت افتح هذا الباب انه ما حسيت انه انت عندك وهم انه الحزب راح ما بعرف شو بدها تعمل فيك، والحزب مو شايفك يعني، يبدو الحزب اصلا مو شايفينك يعني، انه او في من امثالك عشرات يعني بهذا الزمان يعني، في عشرات تهجموا على برزاني، في عشرات تهجموا على الابوتشيه، في عشرات تهجموا على المعارضه، في مئات الاف بتهجموا على يعني، يبدو انه شغله ما كثير هم من الجماعه يعني، انه صار عندهم تمرين انه هي شو الشغله يعني، حتى هذا الفيديو مين راح يسمعه يعني، يعني مين راح يسمعوا لك كم واحد يعني. فمعليش يعني، ما انه ما عندي ثقه بنفسي، انا بحكي اشياء جوهريه والبحث عن النقاء والتسامح ونعيش بمرحله. واتمنى اذا مره ثانيه تناولت بوستات لا تدخل بالشخصنه واخته وعائلته، وين المستندات يعني، بتحكي لي مستندات يعني، وين كيف عندك مستندات انه هي كان هي اخبرت عن اختها انه هي في علاقه عاطفيه بينها وبين قيادي اخر وما بعرف شو صار فيهم، وين المستندات يعني؟ معلش بيني وبينك يعني، وين المستندات هذول؟ يعني عندك فيديو صورتهم او مسجل صوتهم او مسجل يعني شو وين المستندات عندك يعني؟ غريب يعني امرك يعني، يعني اعمل حق يعني، تعمل الردود، تعمل كذا، راجع حالك واعمل كنترول يعني، ما تطلع هيك وكذا بالاخر، ما حدا عم يستنى ان والله بترد على حدا يعني، هذا حقك الطبيعي ترد يعني، وحقك ترد علي كمان يعني. عموما راح اقول لك كن بخير، واتمنى الكل بيكون بخير. انا رسالتي ما كانت هو اني اكون طرف باي معادله، وما راح اكون يعني، قد ما بدك تحاول ما عندك مستندات عني، ولا عندك وثائق، ولا انا انتميت لاحزاب، بس انا بحترم الاحزاب، بحترم شخصيات الاحزاب، عندهم ادواتهم وعندهم شغلهم وبيشتغلوا يعني. اوكي، التاريخ هي اللي راح تقرر، مو اشخاص. اذا الباكيكي والحزب العمالي الكردستاني مثل ما انت عم تدعي انه عملوا اشفظاء، في تاريخ مو انا يعني، اكيد مو انا، في تاريخ هي راح، في جهات بتقرر، واكيد اوروبا وامريكا بتعرف اكثر مني ومنك،
يعني اظن انه الامريكا بعد ما انت كتبت هذا البوست انه الهام احمد تكسب على امريكا مباشره قالوا له تعيب ليه انت عم تكذبي علينا ضبي شنطتك ورجعي على البيت هيك مباشره انه كانوا عم بيستنوا بوست منك ذكاء منك تقول له والله الهام احمد تكذب على امريكا كانوا يعني لما انت قريت كل يعني كل الامن الامريكي صار باستنفار انه السيد عبد العزيز عثمان كتب بوست خلاص موضوع عند عبد العزيز الخبر اليقين فشو هالمرجعية لكل واحد فينا مفكر حاله مين نحن يا زلمة مين نحن يعني مين نحن يعني احنا مجرد افراد ارقام يعني يعني الامريكا اللي لنا مصلحة بإلهام احمد ما بتستدعي إلهام احمد اذا كان في بديل للإدارة الذاتية وللحزب الاتحاد الديمقراطي كان اخذوه يعني بس اكيد ما في بديل يعني بغض النظر اذا اختلفت معهم او اتفقت معهم يعني بس هو هن القوه اللي اثبتوا على ارض الواقع مدى باي تسميه بتسميها بس قدروا يديروا الامور بقبضه من الحديد اذا بدك كيف شو ما بتسميها سميها بس طلعوا في مرجعيه بيقدروا يرجعوا له وبينسقوا معه يعني في قياده اكثر من كل القوى اللي صارت على ارض سوريا انا بحكي هذا الكلام مو دعاية هي الظروف والزمان أثبتت هذا الشيء يعني والأيام أثبتت هذا الشيء عموما راح أقول لكم أنا آسف على الإطالة طولت الفيديو راح أقول لكم كونوا بخير فيديو القادم راح يكون على السيد طه خليل وكمان بيحكي بمجال الفن والثقافة وعن مفردة خرطي فانتظروني في الفيديو القادم كونوا بخير إلى اللقاء مع تحيات العبد الفقير دلدار فلمس إلى اللقاء